الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. رحب بكم جميعا إلى هذا الاجتماع لقيادة الجهاد الاعتصام بالمحافظة. طبعا اجتماع يأتي في ظل تطورات عدة على مستوى الداخل والخارج، كلكم تتابعونها يوميا بواسطة التلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي، وأحداث مهمة تكاد أن تعصف بالمنطقة، وتآمر قوي ما قد سبق، يعني مثل هذا التآمر الآن على العرب والمسلمين من قبل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وأنتوا دائما تابعوا ما يحصل في غزة في الضفة الغربية وفي جبهة لبنان وجبهة اليمن، وما تقوم بإسرائيل من مذابح ومجازر يومية للأطفال ونساء، وبدعم أمريكي غير مسبوق وغير خجول. لما يجي وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة يعلنوا عن الأمريكان، وزير الخارجية سيزور المنطقة، ايش يقول في ايش يعني المطلوب من المنطقه؟ لما يجي هذا الدول يقول انا اريد ادمر اصحاب غزه، انا اريد اقتل اصحاب غزه، انتم اوقفوا، ما اريد الصراع يعني يتطور، لانه اذا الصراع تطور بيكون صعب يعني بالنسبه لنا الامريكان والاسرائيليين. خلونا نتفرق ونقتل اطفال غزه ونساء غزه ورجال غزه وبدون استحياء. زار تركيا، زار قطر، زار كثير من الدول العربية والإسلامية، وكل هذا الكلام حتى ربما يقول أنا لا أوافق على تهجيرهم لكني أوافق على ذبحهم وقتلهم داخل غزة. والأمريكان هم موجودين عندنا في المهرة وفي اليمن بشكل عام، خاص في المحافظات المحتلة. نحن الآن نعيش في محافظات محتلة، الأمريكي متواجد عندنا والبريطاني متواجد، وبالتأكيد ضباط إسرائيليين متواجدين. حيثما وجد الأمريكي والبريطاني يوجد الإسرائيلي، حيثما وجد السعودي والإماراتي يوجد البريطاني والأمريكي. فاللي يحصل في المنطقة من جرائم وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وقبل حصل للشعب اليمني في المحافظات الشمالية، ما يقبلها إنسان. أشوف دخول أمريكي، دخول بريطاني، دخول كثير، بالأسبوع يدخلوا 20 أجنبي، فما أدري وين يروحوا هذول الناس. بعضهم يروحوا لغشن، وبعضهم يجي الغيط ويروح شحن ومشحن إلى سيول ويروح حضرموت، ولا ندري هذول الناس فين يروحوا وش عملهم، وبترخيص من الحكومة الشرعية عبر مكاتب عميلة. تابعنا مكتب في سيون هذا اللي أعطيت صريح، وجدناه كان شغال في السفارة الأمريكية قبل الحرب من حقه من المحويت. فالأمريكان بلا شك متغلغلين في جميع الدول العربية وغير الدول العربية، لكن العجيب أنه دولة تدعي بالديمقراطية بحقوق الإنسان وتقوم وتقترف جرائم حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وقبل الشعب العراقي، وقبل الشعب الأفغاني، وقبل في كثير من دول العالم. الموقف اليمني بالذات أنصار الله موقف مشرف، ونحن نؤكد على استمرار هذا الموقف، ونطالب كل أحرار اليمن أن يقوموا بهذا الموقف بغض النظر عن خلافات داخلية، هذا شأن آخر. ولا حد يقول أن هذول الناس مرتبطين بإيران. نحن أي جهة أي فصيل يقف مع فلسطين، يقف ضد أمريكا، يقف ضد إسرائيل، ما علينا إلا أن نأيده وأن نبصم له بالخمس. قبل أيام في جمعة في شحن
قام واحد واعتلى المنبر يوم الجمعة وقال إن حماس تتعامل مع مع الرافضة وأنصار الله رافضة. لماذا حماس تتعامل مع إيران؟ لماذا تطلب الدعم من إيران؟ لماذا تقبل الدعم من إيران؟ طيب حماس لقيت إلى كل الدول العربية، حتى الدكتور ممثل حماس في جدة مسكوه قبل 6 سنوات، ممثل شرعي جاء شرعي إلى السعودية يمثل حماس وبموافقة السلطات السعودية سجنوه، جلس 4 سنوات داخل السجن. الكل يعلم منكم والكل يدرك أن المقاومة منتصرة في غزة وبإذن الله ستنتصر، وكبدت العدو خسائر غير متوقعة لا من إسرائيل ولا من الأمريكي. الآن الزيارة الأخيرة هي زيارة سادسة لوزير الخارجية الأمريكي، وصل تركيا يقول تركيا دولة ممكن يعني لها علاقات مثلا بحماس، هو يشير انه لها علاقات. طيب ايش هو تركيا تستخدم هذه العلاقات من اجل توقيف اي تدخل خارجي؟ خلونا نحن واسرائيل نقتل حماس، خلونا نقتل حماس، انتوا وقفوا عنا، حزب الله يوقف، تركيا لا تدخل، انصار الله توقفوا، انا عندي شغل، انا واسرائيل عندي شغل من شان نقضي على حماس ونقضي على اطفال غزه ونساء غزه. فهو ما عنده مشكله يقتل واحد من المقاومه ولا طفل، يقول لك هذا الطفل بكره يكون مقاوم لازم اقتله، هذه الحرمه تنجب طفل بكره بيقاوم لازم اقتلها. اعدامات في شوارع غزه بنات جنود الاحتلال وبالطائرات وبالمدافع ومستمرين. لكن انا استغرب لما يجي رئيس امريكا يقول انا ما يتصل بنتنياهو وبعدين يصرح في الجزيره يقول انا ما طلبت من نتنياهو توقيف الحرب. لا، اللي يحصل في غزه بكره بيحصل عندنا. احنا في هذه المحافظات الان الضباط الامريكان يسموهم الفريق المدني، اللي يشوفون في قلب وزير واللي يجوا لهنا واللي هم في الريان، الفريق الامريكي المدني او هذه التسميه، وهو ضابط وعنده الجعبة حقه والبندق ويسموه والكلب، ويقول انا فريق مدني اساعد من اجل مكافحه الارهاب. طيب من هو الارهابي الان؟ نحن نشتري تعريف الارهاب، لابد ان نخرج كعرب من هو الارهابي. فانا اريد اوصل معكم الى اتفاق انه الامريكي هو راس الارهاب، بريطانيا راس الارهاب، اسرائيل هي الارهاب بذاتها. الحوار الوطني اللي يسموه الحوار الوطني، نحن قابلنا اللي حد معانا قابلنا عبد ربه قبل 3 أشهر من الحوار وقدها مخرجات الحوار في جيبه ولا قالين في جيبه، وجدنا ان مخرجات الحوار وبالذات الاقاليم قدها في جيبه. يقول اللي بيطلب دوله يطلب دوله، اللي بيطلب سلطنه يطلب سلطنه، الرجال قده. ايوه، فهذاك المشنب السفير الامريكي لما قابلناه، واحد امريكي سفير كان في صنعاء، قالوا الامور محسومه، اجت الامور بعكس وحصل ما حصل. الان يا اخواني نحن امام يعني زمن القوي، اذا ما انت قوي ما عاد حد يرحمك ابدا. الحين انصار الله في صنعاء كلكم تدركون ايش اللي يعملوا، قالوا نحن ما نستطيع نصل الى غزه لانه حدودنا بعيد، اقل شيء نوقف البواخر التجاريه، يعني موقف رمزي، نتضامن مع اطفال غزه كاخوه عربيه وسلاميه، وعملوا ما يستطيع يعملوا وبيظل وجيههم. قالوا الامريكان نعمل تحالف دولي، ليش اليمنيين يعترضوا السفن الاسرائيليه؟ طيب انصار الله اعلنوا وقالوا نحن لن نعطر سفينه الا سفن المهجره لاسرائيل فقط، اما الملاحه الدوليه حره. هذا التحالف فشل وباذن الله بيفشل، فنتمنى ان كل القوى السياسيه وكل الدول العربيه ان تتبنى هذا الموقف،
لو تبنينا بس بالكلام مش بالحرب لكان وضعنا آخر، ما كان هذا وضعنا يعني. فنشكر الأخوة في يسار الله، ونشكر المقاومة، ونشكر كل أحرار العالم الذي وقفوا مع قضية فلسطين في الداخل وفي الخارج، وبدون استحياء وبدون تحفظ. ونتمنى أنه تظل هذه المواقف مستمرة حتى تحقيق النصر على إسرائيل والأمريكان ومن وراهم، وأن يتوقف هذا الحرب الظالمة على أبناء غزة وأبناء فلسطين في الضفة. أيضا الضفة لا معها حظها من المجازر ومن الحرب. سمعتوا القرارات الرئاسية اللي حصلت من الدكتور العليمي؟ هذه القرارات، أول قرار تشكيل جهاز مكافحة الأرهاب. من هو رئيس رئيس يعني يعين رئيس جهاز مكافحة الأرهاب؟ شلال شايع. شلال شايع ايش يمثل؟ شلال شايع واحد من كبار الإرهابية في عدن، اللي قتل أبناء عدن وقتل الأمة وينفذ خطوط إماراتية داخل عدن. لا، العليمي جابه رئيس جهاز مكافحة الأرهاب في اليمن، وراح وشل الأمن السياسي والأمن القومي ودمجهم في جهاز آخر وسمى جهاز أمن الدولة الشرعية والانتقالي وعفاش وبوزرعة، كل دمجهم في جهاز واحد. فبالحقيقة عجيب. ومن يعني القائد العام لهذا الأجهزة هو العليمي براسه في القرار انه يتبعون الرئيس. انتم تعرفون ان العليمي هو العميل الكبير، حتى انا اتوقع انه فرضوه على السعودية هذا الامارات والبريطانيين هم اللي يتخذوا هذه القرارات ويقولوا العليمي اصدر هذه القرارات. نحن نريد هكذا يكون، نحن نريد هذه الأجهزة كلها تندمج في هذا الجهاز وتحت قيادتك وانت تحت قيادتنا. فهذه نحن بالحقيقة ما نعول عليها، لا جهاز اللي تابع الشرعية ولا الانتقالي، نعتبرهم كلهم لخدمة العدوان. لكن ما فيها حتى يعني هذه التصرفات كلها تؤكد ما نقوله من قبل، انه العليمي جابوه من اجل تمرير مشاريع سياسية بريطانية أمريكية في الـ في الـ في اليمن. وأظن هذا قد لا تأثر علينا أبدا، لكن إحنا مستغربين كيف يقبل أصحاب الانتقالي، يقبلوا يعني طارق صالح كيف يندمجوا مع بعض، الشرعي كيف والانتقالي يندمجوا مع بعض، حتى القضية الجنوبية انتهت، ما عادش قضية جنوبية. فهم ربما يعدوا ما تبقى من الشرعية والانتقالي وحراس الجمهورية من أجل خوض حرب ضد البرية ضد إنصار الله. فنحن في لجنة العصام نؤكد على الأمور التالية: أولا موقفنا من قضية التواجد القوات الأجنبية في أرضنا، لازلنا موقفنا ثابت من هذه القوات ونطالبها بالرحيل. وربما إذا انفجر الموقف وأصبحت حرب في اليمن نحن سنقاتل كل القوات الأجنبية، وننصح كل الأمريكان والأجانب ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني ومش من مصلحتهم أن يدخلوا، فنفضل أنه لا يدخلوا في محافظة المهرة. هذا اللي نريده، نريد كل مواطن في المهرة أن يعتبر نفسه هو مجاهد، وأن التواجد الأمريكي البريطاني الأجنبي في المهرة يجب أن نحاربه بكافة الأشكال. هذا حول ما نريد أن نقوله، أن موقفنا ثابت وأنه نحن نتابع الأمور في المطار، ونحن نجهز أنفسنا سياسيا وعسكريا بما نستطيع، وأنه لابد أن يكون يوم من الأيام أن يرحل هذا الاحتلال سواء بالقوة ولا باتفاق سياسي.